تتوقعون ما جتنا استضافات لا في فنادق لا في شاليهات؟ تتوقعون اهل تبوك ما اغمرونا بكرمهم؟ الا بالله اغمرونا. احنا اخترنا اليوم ننام وين؟ ننام مكان له 50 سنة. المكان هذا قديم جدا، حتى ان اصحابه توفوا الله يرحمهم، لكن نبغى نعيش اللحظة. ابي اوريكم المطبخ، المخزن، الغرفة اللي نمنا فيها امس وكيف تدفينا. تعال، هذه الشجرة طبعا هنا مفتوح على طول، المطر يخر علينا. هذا هو المطبخ المتواضع اللي ما ادري كيف بنطبخ فيه صراحه. شوفوا كيف هو مخزن مطبخ. ما تدري. شوفوا تعال، هنا غرفه النوم. الله، هذا المكان اللي بوريه عيالي ان شاء الله عقب سنين. الفندق ما فيه محتوى صحيح. ولا فيه ساعه صدر، ترى الكشخه ما فيها ساعه صدر صحيح. لكن والله الشيء اللي مثل كذا، البساطه العشوائيه، اقسم بالله تسوي جو. الله اكبر، لا تشوفون كمية الراحة في ذا المكان. تعالوا أوريكم. شوفوا أول شيء الفرش اللي حسست بالدفى. هذا الفرش جاي للضيوف، للناس اللي يبون يجون. برضو أنا أمس نمت هنا لحالي طبعاً، خايفين العيال إنه مو ما أدري ليه. لا والله كنت خايفين. لا ها. أنت قلت إنه في يمكن في ايه؟ عقارب أو شيء. عقارب تحت مو فوق. لا قلت يمكن يتلبدون. قلنا يا ابوي كل واحد سليب باك، ما اقدر احط سليب باك فوق. على العموم انا نمت فوق لحالي، الشباب ناموا يعطيهم العافيه. تدفينا بسم الله، تدفينا بالغاز هذا تمام. دفاية كانت والله مره وافيه. طبعا هذه طفايه ولا تعال دقيقه، هذه طفايه وش طفت عليك؟ صدفه. لا طفايه اللي خبركم هذه، تخيل صدفه. شوفوا صراحه شيء غريب. انا عشت فتره في بيت جدي اول، بس مو بلهالدرجه، وبلا ما وصلنا لهالمرحلة ذي. لكن صراحة قديم جميل بخصص. والله العظيم يا جماعة الخير ارتحت. شوف دي الصورة لطيف. أيوة. شفتها؟ أي شخص قديم يتابعك بيعرف صورة الأسود هذه. الله، ترى لا تستغرب ليش. ليش حاطين صور؟ أنا أقولك لا تستغرب، كل الناس القدامة، جدتي الله يطول عمرها كانت كذا عندها زي هالصورة بالضبط. طب ليش حاطين ذي مغبين الوجه؟ عشان يغبون الوجه، جاءوا يصلون او شيء تكون وجيه الحيوانات هذه مختفيه عندهم، يعني معتقد أعتقد. وفي ناس للحين معتقدين ان صور الحيوانات. اسالك ولا ما خفت من الجن امس؟ لا والله، لا قلص. ها؟ لا والله انا كنت خايف. لا والله العقارب. العقارب والافاعي والجن. لا هو كان خايف من العقارب، بس اول واحد نام. اي والله صاحب. انا ما عندي تبي تنام. صاحب بعدين قال في عقرب. نام. هذا البهو حق البيت، وهذا هو المطبخ اللي صورت لكم. وهنا ما ادري ايش بوريني. ايش بتوريني؟ بوريك هذا. ايش المناظر؟ شوف الجبال. هذا زمان كان ما في الا بقالتين في الديره. هذه كانت في بقاله. هذه كانت بقاله. ايوه شوف، هذاك باب البقاله، وهنا كان الباب اللي يدخل على البيت. الله، تدرون يعني قبل كم؟ هذه البقاله قبل يمكن 17 سنه، لاني انا اللي حقت عليها. 17 سنه كان هنا في واحد يبيع. الله يا اخي، انا احب الذكريات. اخوي طارق الله يذكره بالخير، ابو يزن هو اللي كان في البقاله. الله يا عبد العزيز، هذا بقاله. اي بقاله، يا ولد بابا. راح اشوف امشي في الباب الخارجي. ما شاء الله. اي والله هذا يصلح لي ذا. ايش جابه معي؟ ايش طاح؟ شو شغل؟ انا ابغى اشوف شغل. شغل طلال مداح. الواحد ما يروق. شغل طلع المدة. ذا يصلح لي ذا، ذا يصلح. قام 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 يصلح لي ذا. قام قام. من تبوك صح؟ أجواء خلابة يا رجل. طبعا صورنا مقطع لعيالنا أمس. شوفوا شيء ثلاثين، ما في شيء زي كذا، شيء اسمه زي كذا. إحنا صحيح في اليوم الحين. إحنا الحين في اليوم عام 2023. ما أدري بكمل 30 إن شاء الله هنكمل. الله يمدنا بالعمر إن شاء الله. هذا مقطع ذكرى حتى ماني.